هذا المهرجان يضمن عروض الأزياء، تكريم الفنانين، تكريم مشاهير، فقرات غناء، فقرات شعر، متسابقات بمتسابقين، متسابقات 15 ومتسابقين 15. الجوائز مالته هي مسابقة على منافسة، يعني العفو، على ملكة الأزياء وملك الأزياء والوصيفة مالته. أنا واخذة لقب سندريلا قدس ثاني عام 2023. كانت تجربة كلش ممتعة، أتمنى لهم الموفقية. تعبين على المهرجان كلش هواية، والمهرجان يعني أعجز أوصفه بصراحة، وأتمنى الموفقية لهم بكل خطوة، يا رب من نجاح النجاح. تطور بالبلد، خاصة عندنا لأنه إحنا مجتمع شرقي، مجتمع مغلق، فتطور عندنا وأضافة حلوة، لأنه نقدر ناخذ بها راحتنا أو هيجي يلون الشباب، خاصة احنا كبنات. انا راح انزل ان شاء الله نجم بالمهرجان، اي وان شاء الله هو المهرجان كل الزين، خوش مهرجان اللي عملوه في اربيل، وش اسمه المهرجان كل الزين يعني. مشارك يا حبيبي نجم، نجم المهرجان راح انزل اليوم ان شاء الله. ان شاء الله الفقرات كلش حلوة، يعني عرض ازياء ومتسابقات على اللقب، والحمد لله والشكر أنا ماخذ اللقب ببغداد، بس بمهرجان صدى العراق، وحاليا نحن موجودين بمهرجان وتد العراق، مشاركة بي بس عارضة. اللي عندها مواهب كعرض أزياء أو كعارض أزياء يعني حلوة للشباب، دعم حلو للشباب، يعني كتير حلو، يعني عرضة أزياء يعني فتشي يعني. والله حلوه هيك فرصه للشباب العراقيين، انه هيك كرنفال ومهرجانات بالعراق فتشي مرتب، واشجع كل الشباب انه يشاركون، او كل واحد ستايله حلو هو يحس نفسه مرتب، انصحه يجي يشارك بهيك مهرجانات. انا من محافظه الموصل بس عايش باربيل. انا مشارك وحاصل على لقب امير اناقه كردستان سنه 23 و24، وخطوه حلوه. شخصي عنده طموح، خلي يعني يركض ورا طموحه، لان خطوه كلش حلوه وتغير من حياتك. والله الصراحه انا كثير حبيت هيدا المهرجان، واول ما شفت دغري اشتركت فيه، اهميته كثير 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 مهمه بالنسبه لي، وبتمنى طبعا الفوز يكون لي واللي بيستحقه، وبشوف حالي اني بستاهل الشهره الصراحه. اول شيء ثقه بالنفس، الاراده لانه والعزيمه، لانه هو اللي بيتغلبوا على كل شيء، والجمال والاناقه والطول وكل شيء، بس اهم شيء الجمال، الثقه بالنفس، اذا حدا بيكون واثق بحاله راح يقدر يوصل اللي بده اياه.
مهرجان جميل طبعا، حدث باربيل تحديدا عنكاوة، مهرجان جميل وطاقات شبابية جيدة. مهرجان يعني ضمن عروض أزياء، فقرات شعرية، طرب، فنانين، حضور نجوم. والله مهرجان حلو ومشتركين هم حلوين، من ناحية التنظيم وهي شغلات مهرجان جميل، التوفيق إن شاء الله للجميع. أول شيء يعني جمال طبيعي صراحة اللي أنا أشوفه، أهم شيء تكون البنت جمال طبيعي واثقة من نفسها فتستحق. يعني أنا أشوف صراحة كل بنية إلها جمالها الخاص، يعني أي بنية عندها جمالها الخاص، ماكو بنية مو حلوة أو هاي، كل بنية مختصة بجمالها. والله دعم حلو الصراحة لهذه الطاقات، لأن أكو عندنا طاقات شبابية هواية مظلومة ومغمومة، بس بهاي المهرجانات دنشاهد يعني هواية يعني دنشاهد أكو استفتاح بهذا البلد دي يصير، وده يصير فرصة للشباب يعني مثل إحنا كهذا الجيل ده يصير فرصة إنه أكثر وأكثر، فمهرجان حلو وشكراً لك. صراحة مهرجان كلش حلو وحبيت أشارك به، لأن أحس نفسي إنه أنا عندي موهبة بالأزياء وهيجي أمور، فكلش يعني حبيت إنه هاي التجربة، وما يهمني الفوز ولا الخسارة، أتمنى الخير لكل صديقاتي ولكل البنات. فكرة المهرجان صراحة كتير حلوة، هي بتطور الشباب لأنه كل واحد عنده موهبة، ويعني أغلبهم هنو حابب يوصل للشي اللي هو بده إياه، فكانت فكرة المهرجان كتير حلوة. حبه لهذا الشيء هي أولا، يعني يكون هو بحب هذا المجال. طبعا أكيد نحن مدربين كتير منيح قبل ما نفوت للمهرجان. بشوفه شيء ناجح وشيء جديد كمان بالعراق، وإن شاء الله يتقدم ونصير مثل الدول الأوروبية والدول العالمية. هلا انا بعتبر انه كل بنت او كل شاب له جماله الخاص، وكل عالم او كل واحد بشوف الجمال من زاويه معينه. والله هذا المهرجان انا اعتبره ان شاء الله راح يكون ناجح، بحكم انه التجربه الاولى اللي سووها كانت ناجحه، مهرجان وسط العراق النسخه الاولى كانت جدا ناجحه، فإن شاء الله النسخة نتمنى لها النجاح بناء على النسخة الأولى، فإحنا نعتقد أنها رح تكون ناجحة إن شاء الله. مبدئيا أنا كلش فرحانة ومرتاحة طبعا أنه نشوف أكو تطورات بالعراق من ناحية المهرجانات، يوم عن يوم نشوف أنه أكو مهرجانات حلوة تدعم الطاقات الشبابية والبنات، يخلوهم يشاركون بكل أرياحية، وفوق كل هذا حتى يفتحون حتى يعني استضافات للدول المجاورة، يعني مو بس العراقيين، والحمد لله والشكر، نتمنى التوفيق للجميع.